عليكم. صباح عليكم. من لاباس بخير. شكرا لاباس. مدير التجارة معكم. مرحبا. سجل تجاري من فضلك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شكرا. شكرا. ده هو الأخ مانيس القادر. ديفا نشوفو طرق هذا لي فريغو ما شاء الله. ميز اون بلاص تاع الفريغو هذا وين درت هذا؟ عندك هذا برك من فضلك من بعد غطيها. غطيها غير في لانيميليون غطيها بالسينوفا. معليش بصح باش ما تهلكش فيها كاش حاجه ولا غطيها. ايه معليش مرحبا معليش. تفضل. هذا طيب هذا وراه واجد هذا وراه من عند واحد تشري هذا؟ هذا نشرو من عند واحد برسك نخدمو حنايا غيقول حنا نخدمو. لي بونداج تاعكم كاينين؟ كل شيء كاين. بصح من بعد وليهم ان شاء الله. ماشي ماشي. كاين هنايا شوية تاع الدس راه هنايا. صح الدس. معليش نوريك. ولا راه مبلع. هذا نوري غير كيك وطاك صغرى سخونة ما بغيتش ان شاء الله. شوية تاع الزيتون ان شاء الله. وهذه كراف نضرب نديرها في الفول الداخل. هذا راني بريباري هذا نديرها في الفول. ما شاء الله. صح. الكريت. انت بغيت تشوف الزيت شوف الزيت. الزيت وراه يستعمل يوميا الفيديو يستعمل الفيديو. نعم هنا انا شويه كيما هذا شويه كانوا هذ المغطات هذ المثاريين هذو بدلهم كاع. ماشي مشكل. كان واحد المغطات هنا المثاريين. مشكل حبيبي كاع هذه الليبيا راه هذه الليبيا صح صح. هذا المقطع هنايا لازم تبدل. ماشي ماشي مشكل. صح هذه النظافه هنا ما شاء الله هي مليحه ما شاء الله. الحمد لله. عندك شي الحاجه كيما هذا بدله هذه سيريان ديتو هذا. هذه الحاجه. هذه سيريان ديتو هذه بدلها انا خيك من فضلك. صايب ماشي مشكل. حاجه اللي تبدل الاخر تاعها ماشي مشكل. صافي بليزير كونترول باش يزورك وكل خطره واش يقول لك اللي زيد اللي يقول لك عليهم ديرهم ديرهم ماشي مشكل ماشي حاجه صعيبه. دونك انا هذه واش راح كاع نخسر بها كي قال لي شونجيها واش راح نخسر بها. مليحه لي انا ومليحه للناس اللي جايه تاكل. هذا برودوي انا دايره للطابله باش نمشي. شنو هذا برودوي هذا؟ شغل بارفيمي حاجه تنقي هذا لي ديم وصوالا. فيها جافيل زيت شوف فيها جافيل فيه بارفيمي شغل كيما الريحه وبليس دو سان للشحم مليحه للشحم. هي من تصنع من الصابون هذا. صح صح باش تنقي الشحم تاع الطابله. هي هذه صلاه النبي. قول لي الحاجه المليحه اللي تكون فيها لازم يكون دائما ديزانفيكتور لي طابل. خاطر راك عارف بلي الناس اللي تجي تاكل لازم ديزانفيكتور. والله نفسي انا نفسي. قبل اللي راه جاي ياكل فهمني سبحان الله العظيم رانا كيما يقولوا انا صحاب عوائل وكل شيء. قول لي روبين واه عندك ما راه كاين متوفر ما عندي حاسي نستعمل حاسي ما عنديش ريزيرف ما شاء الله. والله غير عندي حاسي ديريكت في مهنا ما شاء الله راه كاين متوفر صابون الحمد لله يا رب. والله غير الحمد لله يا رب. الله يخليك ثم الله يجزيك. عندك شيء برك ان شاء الله بربي يدير واسمو الاسعار تاع اللوقين تاعك من توجك راك تبيع فيه. كاينه عندك انا وراه انا نعينو في شهاده التبيه من العام العمال ان شاء الله ان شاء الله ام اجور الله يبارك شهاده التبيه معنا من قبل شكرا الله يجزيك الله فيك. احنا من الغايه من هذا الكونترول والصوالح هي انه يجيك شاره خاصك شاره ماهوش خاصك. هذا بليزير مثلا باش يجي يقول لك ها شاره خاصك روح ديرها ماشي راح تكلفك بزاف. هذه فايده ليك وفايده للمواطن صح.